يا حبك اللي يروح من قلبي، يا وجهك اللي يغيب عن بالي، يا عطرك اللي ما فرق انفاسي، يا الكل شبيك يغير احوالي. قصي حاتم، اهلا وسهلا فيك باليوم على الحرة، سعيدة جدا بوجودك معنا. خبرنا عن يا حبك، قديه حاسس ردود الافعال ايجابية، قديه سعيد بهالاغنية؟ هاي الاغنية فرحة، اغنية بيها طاقة ايجابية مثل ما نقول، ويعني بيها ستايل مثل الجديد عملنا للاغنية العراقية والعربية، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم دائما ونختار لهم اجمل ما عندنا ان شاء الله. طبعا يا حبك من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر، توزيع وماسترينج حسام كامل. الحمد لله قدرنا نعمل خلطه حلوه حتى تطلع بهاي الصوره الصحيحه للجمهور، ونقدم لهم افضل ما عندنا بالايام القادمه ان شاء الله. شو احلى ما بي يا حبك؟ شو احلى يا حبك اللي ما يروح من قلبي، يا وجهك اللي ما يغيب عن بالي، يا عطرك الما فرق انفاسي، يا الكل شبيك يغير احوالي، وانت يمي ما اريد ايش بعد، وانت يمي الغير عالم ما نروح، حتى اذا تخلص حياتي ما تروح، احبك والعشق زايد، يا الغيرك ولا رايد، وحدك عندي تسوى الكون، واموت بعشق الواحد. هي هي واموت بعشق الواحد. هلا المشاهدين حيقولوا لي سكتي ما بقى تسالي، خليه يغني، ما بقى تسالي. هي الاغنيه هاي الحمد لله، يعني حتى حسام كامل قال هاي الاغنيه من اسمعها أظل أضحك من بداية الأغنية لنهاية الأغنية. قصاي، أي متى بتقرر إنه هيدي الأغنية بدي صورها كليب وهاي الأغنية ما بتحتاج كليب؟ إحنا حسينا اليوم أنت تحتاج تصوير حتى تكون يعني نقول نكملها بالفيديو كليب. أغنية بيها قصة، حسينا لازم نطبقها بالتصوير، ويعني الحمد لله قدرنا نختار فكرة بسيطة وفكرة وصلت للجمهور، حبوها بصورة حلوة وبصورة صحيحة، وكانت من إخراج صديقي حسن كشمولة. الحمد لله قدرنا نطلع صورة حلوة للناس، وقدرنا أن ننال إعجابهم بهاي الأغنية اللي هي وصلت أكثر من يعني تقريبا 12 مليون. هذا الشيء، هذا الرقم يعني قياسي يعني بهاي الفترة اللي فيها كمية من الفنانين وفيها كمية من الأغاني، وصعب أنه أغنية توصل للجمهور بهالسهولة. أنت وعم بتمثل باللوكيشن بتحس حالك والله أنا ممثل شاطر، ولا انا فنان عم ادي الاغنيه وعم حسها وبس؟ لا أنا أحس بصراحه انا احس انه انا ممثل يعني جيد بصراحه، مو نقول ممثل انه واو، بس ممثل انه جيد. حتى كل المخرجين اللي تعاملت معهم بالكليبات السابقه يقولوا لي انت تصلح ممثل وفنان، ليش ما نجرب تمثيل؟ اقول لهم ان شاء الله بالايام القادمه اذا في عرض نعرض علي شيء يعني يوالمني ويناسبني بالعكس، ليش لا؟ شي مرة فكرت شو معنات اسم قصاي أو شو دلالة اسم قصاي؟ لا والله أنا ارتعم الجوجل بزتي ماي غششته تحت الهواء. كنت عم بعمل جوجل على والله. اسمك طلع أنه معنى اسمك هو الشجاعة والإقدام والهيبة الشديدة، واسمك بيعني البعيد أو القادم من أقصى البعد. الحمد لله هاي الشجاعه والهيبه الموجوده اليوم على كاميرتنا. قصاي، عندما تكون عم بتخطط لتنزل اغنيه سجلتها بتكون حاسس بفرح، برهبه، بقلق، بتوتر، بخوف؟ شو المشاعر اللي بتكون سجلت الاغنيه وناطر بدها تنزل بعد ما نزلت؟ قبل ما تنزل الأغنية أكون متحمس جدا، شلون الناس راح تستقبلها، شلون الناس راح ردود أفعالها تهمني، ودائما أنا أكتب لهم بالكومنتات إنه رأيكم يهمني، لهذا تشوفين كل الناس متفاعلة وياي وتنطين رأيها بكل صراحة. ويعني بالعكس أكو محبين وأكو ناس تكره وأكو ناس يعني ما تحب الأغنية، فأنا رأيي أحترمه، كل آراء الناس أحترمها، وأتمنى أقدم لهم أفضل ما عندي بالأيام القادمة وأكون عند حسن ظنهم دائما. غنيت أنت والوالد حاتم العراقي أكثر من أغنية، عملت أغنية وطنية وبعتقد أغنيتين غير وطنية، صح معلوماتي؟ صح. كم مرة بتقله
للفنان القدير حاتم العراقي اللي هو والدك، اعطيني لحن، لحن لي اغنيه. ليه بعد ما فيك اغنيه من والله ألحان؟ هواي هواي اطلب من عنده يلحن، بس هو بصراحه هو طلب على الهواء. هو ملحن، ملحن يعني كل الشاطر، وملحن عنده مثل ما نقول ثيمه كلش يعني كلش حلو. ويعني دائما احنا سوينا على المي سوهيها، صحيح كانت من ألحانه، كانت من ألحانه، وايضا اغاني سابقه هم كانت من ألحانه. نعم. وان شاء الله بالايام القادمه ليش لا. وين بتلتقي فنيا انت وحاتم العراقي؟ وين بتختلف بصراحه؟ دائما انا اختار يعني راي والدي بصراحه، يعني والدي بعد هاي الخبره الطويله من الفن دائما ينطيني رايه بكل صراحه. مثلا اغنيه اختارتها يقول لي مو حلوه، بس بالاخير يبقى الاختيار اختياري وما يجبرني على اي اختيار اختاره. يقول لي انت اللي تشوفه مناسب واللي تشوفه حلو بصوتك سوي، بس انا بالنهايه اعطيك رايي. شوف الجو شو حلو طبعًا. صح، ما عبالك تغني؟ شو نغني اليوم انت؟ يلا. واليوم انت على بالي، ذكرتك ويهمليت حالي، صح يومي افكر بيك، بس اليوم ما ادري ايش بي، حنان زايد شويه ولك اشتاق، صعب الفراق، انا بغيابك ما نمت، افهم ان بيك تعلقت، حبيتك وبيك ادمنيت، يعني شو اسوي تعذبت ولك اشتاق، صعب الفراق، واليوم انت على بالي، واليوم انت على بالي. شو الاحلام قصاي؟ بشو بتحلم؟ اول شيء انا احب انا اوصل يعني الاغنيه العراقيه ان شاء الله لابعد مدى في الوطن العربي، واريد اكون عند حسن ظنهم، اريد يكون اسم قصي الى بصمه بالوطن العربي وبالعراق، يعني ما يكون عليه اي شيء، باختياراتي كلش دقيق بالاغاني، حتى لان كل هاي الاغاني راح تكون مسجله لي، وراح تكون لها مثل انا مخلي ببالي مثل الدفتر واكتب بيه كل اغنيه او كل اختيار، هذا كله راح يسجل في قائمتي الفنيه وفي فني في مسيرتي الفنيه. ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم واكون يعني راضي كل الناس. مختلف جنسيات من الفنانين غنوا الاغنيه العراقيه، ممكن اليوم انت العراقي تفكر تغني غير اللهجه العراقيه؟ طبعا حتى الجمهور يطالبني بهذا الشيء، ليش ما تغني مصري، ليش ما تغني لبناني؟ اقول لهم بالايام القادمه ان شاء الله، بس يكون عندي اغاني، يكون عندي رصيد للاغاني العراقيه، راح افكر بعدها اغني في لهجات ثانيه ان شاء الله. كان في يعني عمل لبناني يعني من ال يعني انا طرحت خبره قبل، بس يعني شويه تاجل، وان شاء الله بالايام القادمه، يعني تعرفين هاي الظروف اللي صارت، ان شاء الله بالايام القادمه يصير. قصي حاتم، بدي اتشكر وجودك معنا باليوم على الحره، ضيف عزيز على الحره وعلى قلبي انا، شكرا لك. طبعا شكرا لك وشكرا قناه الحره، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجمهور دائما، واقدم لهم اجمل ما عندي ان شاء الله.